رب العالمين. الكلام يعني على 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 الترابيزه بتاعتنا هنا في قناه النادي الاهلي، انت عارف انا بتكلم معاك بندردش، ما بنحضرش والله حاجه خالص، ولكن كلامك كان للجمهور واضح ان في ثلاث صفقات كويسين. كابتن سيد عبد الحفيظ من فتره طلع قال يا جماعه في صفقتين خلاص النادي الاهلي خلصها. الجمهور بعض التقارير الصحفيه بتقول لك ما فيش الامكانيات الكبيره في النادي الاهلي ان تيجي صفقات تقيله بارقام كبيره بعد فسخ عقود الرعايه. انا بتكلم بصراحه، الموقف ايه؟ تقول للجمهور ايه؟ لا طمنوا، كل صفقات اللي النادي الاهلي عينه عليها هتيجي. ما زادوش واحد، ما بقوش اربعه. ما بعد القرار بعد القرار ده يبقى اربعه خمسه كمان. لكن لا، وفي ان شاء الله صفقات كويسه جايه في النادي الاهلي، والحته ميل بتاعه موجود. ما فيش مشكله، ده كلام مهم عشان اكيد ان شاء الله. ما فيش اي مشكله فيه خالص.